فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في السنة مشروعية تغطية عين الأضحية عند إرادة ذبحها حتى لا ترى السكين؟ هل ورد في السنة مشروعية تغطية عين الأضحية عند إرادة ذبحها حتى لا ترى السكين؟ لا، هذا ما نوصل، لكن لا تعذبها، تطلع الستين وتخليها، أو تقطع عليها على عنقها وتخليها مدة، ما يجوز تعذيب. بادر فيها واذبحها، ولا تغطي عينها ولا شيء. نعم، لأن ما في وقت، تذبحها على طول. نعم.